السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على إنشاء عرض تقديمي باوربوينت كامل متكامل في ثواني بسيطة من خلال الذكاء الاصطناعي. يلا بينا. هنا هنبدأ ندخل على مايكروسوفت إيدج. يفضل إن أنت حضرتك تتحمل من خلال مايكروسوفت إيدج. طبعا هنا منزلين في بي إن براوزر، أو تختار أي دولة أنت عاوزها. هنا يفضل إن لازم يكون في في بي إن. طيب هاجي هنا هكتب تومي دوت اب، تومي دوت اب، زي ما انت شايف كده تومي دوت اب، اضغط انتر هيبدأ يحمل معانا. هنا طبعا لازم ان انا اعمل تسجيل حساب، وهنا عشان كده اخترنا الفي بي ان. هعمل ساين ان، بيجي هنا يقول لي انت هتسجل من خلال ايه، حساب جوجل ولا ابل ولا هتدخل ايميل وباسورد. طبعا هتيجي تقول لي طب هنا انا طالما انا عملت في بي ان هنا خلاص، انت لو عندك حساب جيميل ادخل بيه عادي مفيش اي مشكله. هضغط على ساين ويز جوجل اللي هو الحساب بتاعي على الجهاز. وهنا مجرد ما انا دخلت على الجوجل اخترت حساب الجيميل، بدا يقول لك هنا الاسم بتاعك هنا ايه، فبتبدا هنا تختار الاسم اللي انت عاوز تسميه لروحك. ممكن تغير الاسم زي ما انت عاوز، هو بياخد جزء برده من الايميل. بعد كده هنا بقول لك what is your role، الدور اللي انت عاوز تقوم بايه، انت هتشتغل ايه، زي personal ولا designer ولا student، اللي انت سيل مانجر، اللي انت عاوز تختاره. هنختار اي حاجه educator واعمل next. طبعا دي بس بيانات عشان البروفايل بتاعك. هنا طبعا بقول لك هنا الاسم المنظمه بتاعتك اسمها ايه، اقول امين مثلا اي حاجه. كونتينيو كرييتنج، هنا ابدا يعمل كرييت. خلصنا اهوت كله صح 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 مفيش مشكله. هنا بقول لك انت هتشتغل اهوت. هنا طبعا لو انت عاوز تحول تدفع مبالغ تشتري ب 8 دولار، هو فاتح لك الحاجات دي كلها. هنعمل جو تو كوبرو عشان يبدا يظهر نشتغل على الموقع. هنا ادي ظهر لك الخطط اهوت بتاعتك. هنا احنا طبعا في المجاني، هنا بقول لك ادي المجاني عندك 500 تقدر تشتغل 500 مره. هنا ال 8 دولار هتشتغل كده، لا انا هعمل هضغط بعيد كده عشان اقول له انا عاوز ابدا اشتغل. طيب هتعمل هنا ايه، هنا طبعا اللائحه بتاعتك اهوت، هنا الحساب بتاعك، هنا الاسم بتاع المنظمه بتاعتك اللي انت اخترته. هنا هاجي اقول له كرييت، طبعا ديت حاجات جاهزه انا مش دعوه بالجاهز. بقول هنا what you like to do، انت عاوز تعمل ايه. طبعا طيب هيكتب بالعربي ولا هيكتب بالانجليزي ولا هيكتب ايه، باللي انت عاوزه. هغير لغه عربيه وهقول له مثلا ايه التعلم، ولا مثلا خليني اتكلم على سكراتش او صعوبات التعلم. صعوبات التعلم ومعالجته، تمام تمام انتر. كرييتنج برزنتيشن، هيبدا ايه هنا يكون الاول ادي التايتل العنوان الاساسي بتاعي. هنا كرييتنج بيج 3 اهو خلص رقم 1، رقم 2 اهي تعريف صعوبات التعلم. هنا طبعا اللي هو ايه الشرايح، يعني طبعا مش ينفع ان احنا نعمل اي حاجه الا لما هو ايه يبدا يخلص. كرييتنج 6 الشريحه السادسه الشريحه السابعه. هنا طبعا بيحمل صور وبيحمل ايه النصوص بتاعتك. في الغالب هو بيكون تقريبا حوالي 8، وممكن احنا بقول هنا بقول له ممكن ان انت تزود كمان تعمل ايه حياتي جديده اهو. تقدر تستعرض تشوف الايه الشرايح بتاعتك اهيت، تضغط على كل شريحه وتقدر ان انت تختار الصوره ديت. لو انت مش عاجباك صوره من الصور او كلام من ده ممكن ان انت تعدلها اهوت. الصوره اهوت انت حددتها، اضغط ديليت من لوحه المفاتيح واقدر ان انت اضيف اهوت، اعدل اهوت، اضيف صوره من عندي او اضيف عنوان اغير العنوان. يعني اقدر ان انا اعدل كل حاجه انا عاوز اعملها. ممكن احنا نحدد كمان اللي هو العنوان او نص معين. يبدا اختار حجم النص، كلام من ده اللي انا عاوز اعمله ما فيش مشكله. ممكن ان انا اعمل هنا حجم الكلام، نوع الخط، الكلام ده كله. ممكن تعمل ان انت ايه تعمل كل حاجه انت عاوز. طيب هنا الشريحه طبعا الخلفيه بتاعتها لون اسود، ممكن انت تدخل في الالوان هنا في الكلر وتبدا تختار اللون اللي انت عاوزه من هنا. ادي هنا تومي وهنا البيج. تبدا تختار لون الشريحه اللي انت عاوزه من هنا، تختار اي لون يبدا يطبق عليه على الباقي كله اهيت. برضو ممكن
وهنا برضو كمان. هنا طبعا برضو ان تقدر ان انت تستخدم الكاميرا، تستخدم الميكروفون، وتسجل، تعمل تسجيل، يعني تقدر تعمل اللي انت عاوزه. طيب هنرجع هنا مثلا، هرجع اسمر تاني. طبعا بعد كده ممكن ان انت تبدأ تعرض الجزء بتاعك او العرض الباوربوينت من خلال ادي زر بلاي اهوت، تضغط على البلاي يبدأ يعرض معاك. ممكن تعمل له مشاركة شير، وتبدأ تعمل له مشاركة على الحسابات بقى المختلفة او كلام من ده. ممكن اضغط على الثلاث نقط ديت، اخد دبل كليك اخد نسخة، رينيم اغير اسم العرض بتاعي، ممكن اصدره اعمل له تصدير بي دي اف، اختار كده اكسبورت تو بي دي اف. هنا طبعا هيدخلني على سياسة الايه التخطيط، الخطة ايه المدفوعة، لان الخطة المجانية ما فيهاش ايه اكسبورت. طيب ممكن ان انا استفاد، لا تقدر تستفاد اللي انت عاوز. طيب هي راحت في هنا عندك طبعا، ادي هنا امين، ادي في الريسنت اهيت، صعوبة التغلب على صعوبات التعلم. طيب يعني انا كده ان انا مش هقدر استفاد بيه ان انا انزله على الجهاز. طيب لا، في حاجة تانية مهمة كمان، ايه هي؟ ممكن انت تاخد ادي الكلام اهو، انت بتحدد الكلام، كليك يمين كوبي، وتاخد الجزء هنا وتشتغل بيه هناك. طب هو هيوفر لك ايه؟ وفر لك المادة العلمية اللي انت محتاجها كلها، او كون لك الايه الشرايح، عرفك شكل الشرايح ممكن يكون عبارة عن ايه، الكلام ده كله هو وفر عليك برضو اجزاء كتيرة. هتبدأ تاخد الصور برضو من هنا، تعمل داونلود للصورة اهيت، وتحمل الصورة عندك مفيش مشكلة، او برنامج سنايبنج او اي حاجة، او تاخد لقطة شاشة، يعني زي ما تحب. اتمنى يسعد حضرتك الفيديو، ما تخلش علينا بالاعجاب، واشترك معنا في القناة، وتفعيل زر الجرس لتصلك كل جديد. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم.